وللحديث عن ختام فعاليات أسبوع القدس العالمي وأثر هذه الحملة على القضية الفلسطينية، معنا من إسطنبول دكتور نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج. أهلا بك دكتور نواف. بداية، بعد أسبوع من فعاليات القدس العالمي، كيف تقيم ما أنجز وأهمية هذا الأسبوع الذي أطلق بدعم من الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وهيئات علمائية عربية وإسلامية؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحقيقة لم ينتهي العمل لفلسطين، بل اتسع بابه بفضل الله تعالى، وانطلقت صور وأشكال جديدة لدعمه، وتفتحت آفاق أمام أبناء الأمة الغيورين على هذه القضية في كل مكان. حقيقة هذا الأسبوع كان أسبوعاً حافلاً بالنشاط والهمة والتفاعل بكل صوره، من محاضرات وندوات وملتقيات، وحتى بعض المسيرات رغم ظروف كورونا التي حصلت في سوريا، حصل في بعض الأماكن من سوريا حصل مسيرة، وفي غزة حصلت مسيرة علماء، وبعض التحرك. نعم. الحقيقة هناك كان تحرك واسع في هذا الأسبوع، ولعلكم أنتم تتابعون، والحراك الإعلامي الواسع. نعم نعم. من كل العلماء، أو من أعداد كبيرة من العلماء، فكان الحقيقة هذا الأسبوع انطلاقة للعمل لفلسطين، وليس أسبوعا وانتهى. وسنشهد بإذن الله تعالى مزيدا من النشاطات والحراك والفاعلية، ونحن نقول دائما عن هذا الأسبوع إن شاء الله أنه مثل رمضان روحيا. رمضان محط التعبئة الروحية لمدار العام، وهذا محط التعبئة للعمل لفلسطين مدار العام بإذن الله تعالى. نعم. دكتور نواف، دشنتم حملة لجمع التبرعات لنصرة القضية الفلسطينية، إلى أي مدى نجحت الحملة وهل هي مستمرة؟ نعم، هي إن شاء الله مستمرة ونجحت إلى حد جيد، يعني لا أقول الحقيقة، ربما كنا نأمل أن تكون أفضل من ذلك. نعم. وأهلنا في القدس ينتظرون مزيدا من الدعم، ولكن هذه الأمة أصيلة، وربما لكثرة الأعمال كان الترتيب، خلينا يعني ندين أنفسنا قليلا في هذا. نعم. الموضوع كان الترتيب لها غير كافي، وبلوغها للجهات الخيرة لم يكن واسعا، ولذلك اقتصر الحقيقة في اللقاء اقتصر التبرع على الجهات العلمائية، والعلماء فقراء الحمد لله. نعم. ولذلك، لكن الجهات الخيرة كثير منها وعدت بالخير، وهذا مستمر، والحملة ليست هي مجرد اللقاء، وإن شاء الله سيكون لهذه الحملة ما بعدها بإذن. نعم. الله تعالى. سؤالنا الآن عن حملات التبرع الشعبية، هل تغني عن الدعم الرسمي من الحكومات العربية؟ ما هو المطلوب اليوم؟ لا، بالتأكيد طبعا هذه لكل دوره، وأنا أعتقد أن التنافس لخدمة هذه القضية هو شرف للمنافس، دولة أو حكومة أو عالما أو فردا أو تاجرا أو مؤسسة من المؤسسات، هو شرف له وواجب عليه. نعم. وقضية فلسطين، الكيان الصهيوني يصب عشرات المليارات سنويا في القدس، وأكثر من 3000 مؤسسة خيرية تعمل، خيرية إجرامية طبعا، تعمل لتوفير الدعم للمغتصبين الصهاينة ولمستوطناتهم ولإجرامهم. الأمة مطلوب منها شعبيا ورسميا، والحكومات مقصرة تقصيرا كبيرا، بل بعضها بدأ في خيانة القدس. نعم. والمسجد الأقصى والتآمر عليه والتطبيع مع الكيان الصهيوني، هؤلاء على كل حال نضعهم خارج، لكن نعم. لا شك أنه واجب على الحكومات الموصوفة بالاعتدال والحرص والغيرة أن يكون لها دور، وهذا لا دور الشعوب، تبقى تبرعاتهم جزئية وتؤدي غرضا وهي مباركة، ولكن على الحكومات أن تقوم بدورها تجاه هذه الأرض المباركة. نعم. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه.
دكتور نواف، ماذا عن توقيت الفعالية بحد ذاتها؟ وهنا نعنى بأسبوع القدس العالمي، إلى أي مدى يمكن أن تشكل مثل هذه الفعاليات موقفاً شعبياً في مواجهة حملات التطبيع؟ والله بفضل الله تعالى أخي، أولاً قلنا الوقت مبارك من عدة وجوه. هو مبارك بأنه في ذكرى الإسراء والمعراج، وهو متعلق بذكرى التحرير الصلاحي، فهو يعيد للأمة أمجادها ويدعوها إلى أن تتذكر هذه الأمجاد وتعمل لاستعادتها. ووجدنا بفضل الله تعالى تجاوب وبث وعي، والأمة ينقصها هذا الجانب، والتذاكر وإحياء هذه المناسبات هي ضرورة الحقيقة. أنا أعتقد أن الوقت وقت مهم جدا، متعلق بشهر رجب، الأسبوع الأخير من شهر رجب، وهو فيه الإسراء والمعراج كما قلنا، وفيه التحرير الصلاحي، وبالتالي له أهميته ودافعيته لدى الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. وأخي التجاوب الحقيقة، أنا أؤكد على هذا المعنى، التجاوب الذي لمسناه ولمستموه أنتم أكيد في كل أرجاء الأرض، هذه كانت ثورة تجاه التجاوب مع القضية الفلسطينية. ربما البعض يستهين بهذا، ولكن أنا أعتقد أننا خطونا خطوة كبيرة، وهذه ليست آخر خطوة وإنما هي أول خطوة. دكتور نواف، كيف تفاعل الداخل الفلسطيني لا سيما في القدس المحتلة مع فعاليات أسبوع القدس العالمي، وكيف تساهم مثل هذه الحملات في رفع المعنويات عموما؟ إخواننا في القدس يقولون إننا يصيبنا الملل أحيانا، حتى إذا رأينا مسيرة في كوالالمبور ولا في اسطنبول ولا في جاكرتا ولا في أي مدينة من مدن وعواصم العالم العربي أو الإسلامي، فإننا نستحي أن نتراجع. أنا أعتقد أن هذا النشاط مثل دافعا كبيرا لأهلنا، ورأينا طبعا العلماء دائما إن شاء الله في المقدمة، لكن رأينا الشيخ عكرمة صبري، وهو الحقيقة وقد اعتقله المجرمون الصهاينة، ورجل 82 سنة عمره، كيف كان صعوده وثباته. فهذه المواقف من العلماء تعطي دعم لأهلنا. وأيضا كما تعلم أنه حصل لقاء للعلماء مع أهلنا في بيت المقدس، وتحدث العلماء لأهل المسجد الأقصى مباشرة، وأعتقد هذا له أثر كبير في نفوسهم وفي صمودهم وفي ثباتهم بإذن الله تعالى. الدكتور، وأهل بيت المقدس يقدروا تقديرا عاليا للعلماء، وهذا واجب العلماء وواجب أهل بيت المقدس الثبات، واجبنا جميعا العمل. الدكتور نواف التكروري، رئيس هيئة علماء فلسطين في الخارج، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.